تحت إشراف جمعية برصق في القلب انطلقت نهار الخميس 23 ديسمبر فعاليات الدورة السيد سامن مهرجان زيت الزيتون والمنتوجات المحلية ببرصق واللي باش يتواصل حتى 26 ديسمبر. مهرجان نلقاو فيه صالون فلاحي يشارك فيه أكثر من 15 عارض بين فلاحة منجين للزيت والزيتون التونسي وشركات معدات فلاحية ومشاتل. المهرجانات هذه تكون فيها الفلاحة متواجدة تبيع زيتها بأقل الأسوام، وزيت برصق هو المعروف يعني على النطاق الوطني الوحيد المتحصل على التسمية مثبتة الأصل في الجمهورية التونسية الكل، وأخيرا تحصل في جنيف على الملكية الفكرية في جنيف عام 2020. احنا التظاهرة هذه المهرجان هو فرصة باش العباد تجي، أول حاجة يكون متنوع فيه الترفيه، فيه الثقافة، فيه الرياضة، وفيه كيف كيف الحركة الاقتصادية نحركوا به الحركة الاقتصادية في المنطقة. افتتاح المهرجان كان بحضور رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وليباجة محسن معاذ الميلي، بالإضافة لمجموعة من الإطارات والمديرين الجهويين اللي أكدوا أهمية المهرجان وتطوره عام بعد عام. الدورات هذه معنى اللي هي هاللحن معنى سواء كانت معارض أو معنى مهرجانات، وبين قوس معنى ارتباط الثقافة بالفلاحة، خلينا نبدأ من هنا ساعة، ارتباط وثيق في تونس، لأنه أغلب المهرجانات الثقافية هي مرتبطة بمواسم فلاحية، وهو دليل على أنه راهي تونس معناها بلد فلاحي بامتياز، أنه تونس راهو حلها في فلاحتها. مهرجان زيت الزيتون والمنتوجات المحلية ببرصق تظاهر الهدف منها تعريف الموروث الفلاحي والثقافي بالجهة وتثمينه من خلال مختلف الفقرات والنشاطات اللي يشهدها المهرجان، وأهمها المعرض الفلاحي وعرض منتوجات الزيتون وزيت الزيتون ومعرض للصناعات التقليدية وعروض فنية وموسيقية.